العافية، معكم طارق الجراح من فريق فارمسجي الأكاديمي. اليوم نشرح الشابتر الثاني من مادة كيمياء 3، طبعا هو أسهل شابتر بالمادة، بعنوان Atoms and Molecules and Ions. طبعا يتم ترتيب العناصر في الجدول الدوري حسب تزايد العدد الذري، طبعا كل ما اتجهنا نحو اليمين يزداد العدد الذري، أو كل ما اتجهنا إلى أسفل كمان يزداد العدد الذري. طبعا الجدول الدوري يحتوي على بيريودك اللي هي روز اللي هي الصفوف أو الدورات، ويحتوي على كولومنز اللي هي الجروب اللي هي الكولومنز، طبعا الأعمدة تسمى مجموعات. طبعا العناصر في نفس المجموعة لها نفس الخصائص الفيزيائية ولها نفس الخصائص الكيميائية. طبعا هون بنوت الدكتور حسين مغيض، مو مذكور إنه لها نفس الخصائص الفيزيائية، بس أنا بحثت من أكثر من مصدر ولها كمان نفس الخصائص الفيزيائية للعناصر. طبعا في عنا بالجدول 8 مجموعات أو 8 أعمدة. أول عمود اسمه الألكيل ميتالز اللي هو العناصر القلوية، في عنا كمان العمود الثاني اللي هو الكيل ايرث ميتالز اللي هي العناصر القلوية الترابية، في عنا المجموعة السادسة اسمها كالكوجينز، طبعا تشارج اللي هي شحنة المجموعة الأولى موجب 1، شحنة المجموعة الثانية موجب 2، شحنة المجموعة السادسة -2. في عنا المجموعة 7 اللي هي الهالوجينات اللي هي شحنتها -1، عنا المجموعة 8 اللي هي الغازات النبيلة اللي هي شحنتها 0. طبعا كل ما اتجهنا من المجموعة الأولى للمجموعة رقم 8 بقل قدرة العناصر على التفاعل. عم بالجدول عندنا العناصر المجموعة الرئيسية وعندنا عناصر المجموعة الانتقالية. هذول العناصر المجموعة الرئيسية 1 2 3 4 5 6 7 8، هنا عناصر المجموعة الرئيسية. العناصر الانتقالية اللي هن من هون لهون، طبعا ببلش العد من هون 1 2 3 4 5 6 7. طبعا هون احنا ناسيين نحط صف، خطأ بالطباعة، بهاد مع الصف اللي ناقص كلها بتصير المجموعة الثانية بالعناصر الانتقالية. طبعا هسا انواع العناصر، في عنا الميتالز، في عنا نان ميتالز، في عنا ميتالويد. الميتالز اللي هي الفلزات، اول 3 مجموعات ما عدا الاتش، ما عدا الهيدروجين هو مش ميتالز. عنا نان ميتالز 5 و6 و7 زائد الاتش هيدروجين والكربون. هسا الميتالويدز اللي هي أشباه الفلزات، هي المجموعة الرابعة، تقع ما بين الميتالز والنان ميتالز، زي الدرج زي هيك. طبعا هاي من نوت الدكتور حسين، هيهن العناصر من نوت الدكتور حسين. الميتالويدز اللي هن أشباه العناصر، مكتوبات طبعا بالتفريغ الملخص، هيهن. هسا عنا الدورية اللي هي البريدوسيتي، هي نمط متكرر من التفاعل 1 و2 و7 و8. يتم تشكيل النمط في الجدول الدوري في المجموعات، المجموعة الأولى والثانية والسابعة والثامنة، أو بيكون ميتلز ونان ميتلز ورا بعض. الدورة الواحدة أو الصف، الدورة هي أصلا نفس الصف زي ما حكينا قبل، كل ما اتجهنا من اليسار إلى اليمين بتزداد العدد الذري. أصلا ترتيب الجدول الدوري يعتمد على زيادة العدد الذري، بينما تصبح العناصر أقل نشاطا. هسا عندنا أيون أند أيونيك كومباوند، الموليكيول المركب بيتكون من 2 أو مور أتومز اللي هي جزيئات، ترتيب كيميائي محدد ترتبطان مع بعضهم البعض بواسطة القوة الكيميائية. المونوتوميك، المونوتوميك يحتوي بس على ذرة واحدة N Al Mg، في عنا هسا الديوتوميك تحتوي على ذرتين 2 أتومز مثل H2، طبعا H مثلا ذرة والH الثانية ذرة، عشان هيك ذرتين. أما NaCl HCl، في عنا هسا البوليتوميك، في عنا كونتين يحتوي على أكثر من ذرتين H2SO4، في عنا H2BO4 ماينس، زي هيك يعني تلاقيه في أكثر من ذرتين. في هون مثلا 3 ذرات أكسجين، في هون عنا مثلا ذرتين هيدروجين و4 ذرات كبريت. الايون، الايون هو عباره هي الذرات التي تحتوي على شحنات، اللي فوقها شحنات سواء كانت سالبه او موجبه. السمونوتوميك ايون يحتوي على ايون واحد كي بلس سي ال ماينس ام جي بلس 2. هسه عندنا البوليتوميك ايون، البوليتوميك ايون يحتوي على ذرتين، طبعا بنقول ايون لازم يكون عليهن شحنات سالبه او موجبه ما تفرق. هسه عندنا الكاتيون، الكاتيون يتكون من الميتلز اللي هن اول 3 مجموعات، لازم تكون الشحنه موجبة. طبعا الكاتيون يميل الى فقد الالكترونات للوصول الى حالة الاستقرار. هيو هم بحكي لك انه الكاتيون with positive charge يحتوي على شحنة موجبة، وكمان الشحنة الموجبة تنتج من ازالة الالكترونات من الذرات المتعادلة للوصول الى حالة الاستقرار.
وهاي هسه عندنا البي اي، البي اي تحتوي على 4 الكترونات. يعني مثلا اول مدار في الكترون، مثلا ثاني مدار في الكترونين، تميل الى فقد هذول الالكترونين للوصول الى حالة الاستقرار. لانها فقدت الالكترونين بصير شحنتها بي اي بلس 2. وهاي هون ان اي، الان اي عدد الذري له 11، وعن عدد الذري نفسه عدد الالكترونات نفسه عدد البروتونات، بينما عدد البروتونات زائد عدد النيترونات يساوي العدد الكتلي. انا في مداره الاول الكترونين، مداره الثاني 8 الكترونات، مداره الاخير الكترون واحد، فبميل الى فقد هذا الالكترون عشان يوصل الى حالة الاستقرار، عشان هيك شحنته بتكون موجبة. هسا عندنا الانيون، الانيون هو اللي شحنته بتكون سالبة، طبعا ينتج من اضافة الالكترونات الى الذرة المتعادلة للوصول الى حالة الاستقرار. مثل الكلور، الكلور العدد الذري فيه 17، اللي هو نفسه عدد الالكترونات اللي هو نفسه عدد البروتونات. هاي هون عندنا 2 بالمدار الاول، 8 بالمدار الثاني، 7 بالمدار الاخير. طبعا هون راح نضيف الكترون عشان يصير هون 8 يوصل الى حالة الاستقرار، عشان هيك بتكون شحنته ماينس 1. من الآخر الفلزات تفقد الإلكترونات بصير كاتيون، ولا فلزات تكسب إلكترونات وبصير أنيون. هسا هم بقول لك إن الذرات تفقد أو تكسب إلكترونات من المدار الأخير من أجل أن تصل إلى حالة الاستقرار وتصبح كالغازات النبيلة. عندنا هون الكلور عدد الإلكترونات فيه 17، وهون راح يكون فيه 8، وهون راح يكون عندنا 7، فبيكسب الكترون عشان يصير زيه زي الارجون 18. عندنا المغنيسيوم عندنا عدد الالكترونات فيه 12، فبيفقد الكترونين عشان يصير زيه زي النيون 10 الكترونات. الارجون والنيون عناصر نبيلة. وهون عندنا المجموعة الأولى تميل إلى فقد الكترون، عشان هيك بتصير شحنتها موجبة مثل الـ Na بلس أو الـ Li بلس. وهيك كامل مثلا المجموعة رقم 7 تميل الى كسب الكترون، عشان هيك شحنتها بصير ماينس 1، لانه بتزيد الكترون شحنة الالكترون فيها ماينس 1. عندنا هون المركبات الايونية والمركبات الجزئية. المركبات الايونية تتكون من ميتال ونان ميتال، المركبات الجزئية بتكون من نان ميتال ونان ميتال. اول قاعدة لازم نعرفها بكتابة اي مركب، انه مجموع الشحنات الموجبة لازم نساوي مجموع الشحنات السالبة. يعني اذا عرفنا الشحنات اكيد راح نعرف كيف نكتب صيغة المركب. لازم تكون عدد ذرات العنصر تساوي عدد الالكترونات التكافؤ. طبعا الالكترونات التكافؤ هي الالكترونات التي بفقدها او بكسبها العنصر عندما يحدث تفاعل مثل الشحنة. مثلا H2O، H عدد الالكترونات التكافؤ عندها 1، والO عدد الالكترونات التكافؤ عندها 2، فبدنا ذرتين H وذرتين O، فبيطلع لنا الجواب H2O. وهسه عن الامبريكال فورمولا، الامبريكال فورمولا اللي هي الصيغة الجزيئية تكتب بالاعتماد على شحنة العناصر. هون عندنا مجموعات أيونية تعامل معاملة العنصر الواحد قراءة أو حفظ اللي بيريحكو، بس سهلات تقدر تميزها بسرعة. وهاي عندنا عدة أسئلة، هذول الأسئلة بنحلل عن طريق الضرب التبادلي، إنه عدد جزيئات الأول يساوي شحنة العنصر الثاني، وعدد جزيئات الثاني تساوي شحنة العنصر الأول. مثلا Al plus 3 زائد O minus 2 تساوي Al 2 O 3. هاي شحنة ال O هنا minus 2 صارت عدد جزيئات ال Al، وشحنة ال Al plus 3 صارت عدد جزيئات ال O 2. وهاي عندنا كمان مثال، مثلا Al plus 3 زائد NO 3 minus 2 بعطينا Al 2 NO 3. يعني ضرب التبادل هو الاشي اللي بخلينا نكتب الصيغة الجزئية. هاي هسه هيك خلصت تشابتر. هسه بدنا نحل على التشابتر عدة أسئلة، وإن شاء الله تفهموا أكثر مع هذول الأسئلة. وهي هسه هون عندنا أول سؤال بقول إنه الألمنيوم تفاعل مع عنصر نان ميتال، يعني بده يكون إما من المجموعة السادسة أو الخامسة أو السابعة.
مش معروف. شكل عندنا مركب اللي هو Al2X3، طبعا بده يكون شحنة العنصر ماينس 2، هاي أول إشي استفدناه راح يكون أصلا بالمجموعة السادسة. العنصر لازم إيش يكون؟ طبعا بالامتحان بيكون معنا الجدول الدوري، أكيد الأكسجين هو اللي بالمجموعة السادسة واللي شحنته راح تكون -2. هاي هسه هنشرح. نرجعه لأصله، هيصير Al وهي السؤال. كمان سؤال عندنا انه الام جي تفاعل مع الاكس اعطانا ام جي اكس، نستفيد من هاي المعلومة. طبعا انه الام جي بنعرف انه شحنتها +2، فام جي +2 والاكس راح تكون كمان شحنته اكس -2، عشان هيك راح يعطينا ام جي اكس. هسا اذا هذا العنصر تفاعل مع الكي، الكي احنا بنعرف انه اصلا بالمجموعة الاولى، فكي +1 بكون معك الجدول الدوري، بترجع الجدول الدوري اذا ما بتعرف تتأكد عادي يعني. زائد اكس -2 حيعطينا كي 2 اكس. وهاي عنا هون كالسيوم، ايون الكالسيوم اكيد لازم يكون عليه شحنة. بنرجع للكالسيوم حيكون بالمجموعة الثانية، المجموعة الثانية بتفقد الكترونين، طبعا بتميل لفقد الالكترونات، حيكون Ca+2. تفاعل مع ال BO4-3 -3. بقول لك شو صيغة الملح اللي تشكل بالسؤال؟ طبعا هون هاي -2 غلط، هاي هون في خطأ بالسؤال عندنا بالتفريغ كان. وهاي عندنا هون كمان سؤال عندنا الاكس اكس سي ال 2، الاكس يحتوي على 18 الكترون بهذا الملح. الاكس طبعا هون مثل اما بده يكون المجموعة الاولى او الثانية او الثالثة، بس كونه عندنا هون 2 فاكيد حيكون من المجموعة الثانية. اكس سي ال 2 هيعطينا اكس +2 زائد سي ال ماينس. طبعا هون السي ال هي من المجموعة الثانية السابعة قصدي، فبنحط 2 عشان الموازنة. طبعا هاي الموازنة مو مطلوبة منها هسه، بس انا هيك حطيتها يعني المعلومة بس. فهون عندنا الالكترون فقد اصلا 2 عشان هيك صار شحنته +2. الاثنين هاي بنضيفها على 18 فيطلع الجواب 20. بنروح على المجموعة الثانية بنشوف أي ذرة فيها 20 إلكترون وبنحطها عادي، فمش مشكلة. يعني السؤال الفكرة منه إنك بدك تحدد عدد الإلكترونات المفقودة وتزيدها لعدد الإلكترونات الأصلية. وهاي هون سؤال سنوات بقول لك كم عدد الإلكترونات والبروتونات والنيوترونات على التوالي في هاي المركب. طبعا احنا بنعرف انه العدد الذري يساوي عدد الالكترونات يساوي عدد البروتونات. العدد الذري الاو معروف 8، فمنطول منه عدد البروتونات. وعندنا العدد الكتلي هون 16، عدد الكتلي هو مجموع عدد البروتونات زائد عدد النيترونات، فالعدد النيترونات حيكون 8. بس هون عندنا الشحنة -2 فاجاله 2 إلكترون كمان، فبنضيف الاثنين على 8 فيطلع عدد الالكترونات 10. يعني هاي اختصار لكل اللي هون. عندنا هون 3 أسئلة من أسئلة الدكتور أحمد غرايبة. في عندنا هون which is the following the ionic compound، إيش هون في مركب أيوني. المركب الأيوني إحنا عرفنا من ميتال ونان ميتال، فبنحدد هون أول شي مين ميتالز ومين نان ميتالز. هاي هون ميتالز، هاي هون نان ميتالز. ال H صحن من المجموعة الأولى بس نان ميتالز، وعندنا هاي كمان نان ميتالز. هاي عندنا هون أول إشي اللي هو إيه SO2، هون يعني نان ميتالز، مع نان ميتالز ما بصير. هاي عندنا هون الاكس الاكس اي اف 6، طبعا الاكس اي هو عبارة عن مجموعة الثامنة مجموعة 8، عنصر نبيل ما راح يتفاعل، فهون اكيد غلط. هاي عندنا هون الاف ار اف اي، الاف ار من المجموعة الاولى والاف من المجموعة 7، فهذا شحنته -1 وهاي هون شحنته +1، فالجواب سي.
بقول لك ايش هو بوليتوميك كاتيون. الكاتيون لازم يكون اول اشي موجب، بوليتوميك لازم يكون اكثر من ذرة، فبنشوف اي اشي موجب اكثر من ذرة. طبعا هذا ما في شحنة فبنروح عليه اكس، هذا شحنته ماينس انيون نحط عليه اكس، هذا شحنته موجبة واكثر من ذرة، فهو الجواب الصحيح. هون بقول لك اي من المعادلات الاتي غير صحيح، ان ال ان اي من المجموعة الاولى والاو من المجموعة رقم 6، فهذا راح يكون ماينس 2 وهذا راح يكون بلس 1، فالجواب صحيح. ان ال بي اي من المجموعة 2 حتكون بلس 2، وان ال سي ال من المجموعة رقم 7 حتكون ماينس 1. هاي غلط، لازم يكون الجواب بي اي سي ال 2، فالإجابة بي. يعطيكم العافية، خلصت التشابتر. في عنا هون عدة أسئلة حلوها وموجودة إجاباتها ورا، وإن شاء الله غير تجيبوا A+ كلياتكم. تحيات فريق فارمسجي الأكاديمي.